السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. بداية، قام أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القائد والأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنية، قام بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطنية، حيث كان في استقباله السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. المتابعة لأحمد أمين دريدي. بعد الاستماع للنشيد الوطني وتقديم التشريفات العسكرية له من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي، حي السيد رئيس الجمهورية مستقبله. خلال هذه الزيارة ترأس السيد رئيس الجمهورية اجتماع العمل الدوري الذي حضره كل من السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، وعبر تقنية التخاطب عن بعد قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى للجيش الوطني الشعبي. خلال هذا الاجتماع استمع السيد الرئيس إلى عرض شامل حول الوضع الأمني السائد في كافة ربوع الوطن قدمه السيد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وتضمن حصيلة الأعمال المنفذة من طرف وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال سنة 2022 قصد إرساء موجبات الاستقرار وتعزيز جو الأمن والطمأنينة والسكينة لدى المواطنين، بالإضافة إلى المهام المتعلقة بحماية حدودنا الوطنية المديدة ومجالنا الجوي ومشارفنا البحرية، فضلاً عن تنفيذ برامج تحضير قوام المعركة وتطويره ونجاعة آليات الحفاظ على الجاهزية العملياتية للوحدات القتالية. بهذه المناسبة أسدى السيد الرئيس جملة من التوجيهات والتعليمات تصب في مجملها في إطار حث مستخدمي الجيش الوطني الشعبي
على مواصلة مشوار تطوير وعصرنة كافة مكوناته، وذلك من أجل رفع التحديات المعترضة وكسب رهاناتها والارتقاء بقواتنا المسلحة إلى تبوؤ المراتب التي تليق بعظمة وقدسية المهام الموكلة. وبعد التوقيع على السجل الذهبي، غادر السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، غادر مقر وزارة الدفاع الوطني، حيث كان في توديعه السيد الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن مساء أمس حل بعاصمة المملكة العربية السعودية الرياض للمشاركة في القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية والتي تنطلق أشغالها اليوم. يرافق السيد الوزير الأول وزير الصناعة أحمد زغدار ووزير التجارة والترقية الصادرات كمال رزيق. تحيي الجزائر اليوم الدولي لمكافحة الفساد الذي يصادف التاريخ 9 ديسمبر من كل عام، وهذا تحت شعار 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد نحو عالم متحد ضد الفساد. وفي هذا الإطار وتحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، نظمت أمس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، نظمت الملتقى الدولي لمكافحة الفساد. الملتقى تمحور حول سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلاقة الحياة العامة، إنجازات وآفاق. يختتم اليوم اجتماع رؤساء الاتحاد الافريقي للحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث، والذي أشرف على افتتاح أمس وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد، مؤكدا أن مبادرة رئيس الجمهورية باستحداث آلية افريقية تأهبا للكوارث والاستجابة لها تعد الوسيلة الكفيلة للتخفيف من آثار الأزمات الناجمة عن المخاطر الكبرى بمختلف في أنواعها. الاجتماع فرصة لتعزيز التعاون في إنشاء قدرة مدنية قارية لتسيير الأزمات والأخطار الكبرى. اختتمت أمس الندوة 9 رفيعة المستوى للسلم والأمن بإفريقيا، وأجمعت الوفود المشاركة على تثبيت هذا الموعد السنوي في مدينة وهران، كما عقد عدد من الوزراء الحاضرين ندوات صحفية أكدوا فيها نجاح هذه الطبعة.
كان هذا اللقاء مهما جدا. مبادرة وهران تلعب دورا مهما في إطار ترقية السلم في قارتنا لنصل إلى إفريقيا التي نريدها. تميزت هذه الدورة بكل المعايير أنها متميزة وأنها ناجحة حقا. أولا من حيث المشاركة كل أعضاء مجلس السلم والأمن حاضرين على مستويات مختلفة، ثم عدد من رؤساء الهيئات الدولية التابعة للأمم المتحدة عززت من نوعية المداولات وأتاحت للمشاركين فرصة تعميق التفكير والوصول إلى خلاصات متقدمة ومعمقة حول كافة النقاط المدرجة في جدول الأعمال. وعلى ذكر موضوع الإرهاب الذي تفضل بذكره الزميل، أنتم تعرفون الرئيس عبد المجيد تبون هو معين من طرف نظرائه الأفارقة بصفة منسق العمل الإفريقي لتعزيز مكافحة الإرهاب وكذلك تجريم التطرف العنيف في القارة الإفريقية. أشرف أمس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة ياسين مهدي وليد على فعاليات اليوم الإعلامي للبرنامج الجديد المتمثل في أساسيات ماجستير إدارة الأعمال الرقمية والحوكمة الذي أطلقته المدرسة العليا الجزائرية للأعمال. البرنامج تم تطويره بالتعاون مع شركة رائجة في مجال التحول الرقمي، وهو موجه لكل الجهات الفاعلة المشاركة في صنع القرار من مديرين وإطارات سامية ومختصين. التكوين الجديد يلعب دور مهم جدا، لأنه اليوم نحن في أمس حاجة إلى ناس متخرجين من الجامعات وعندهم كفاءات كبيرة في مجال التسيير، لأنه ما لاحظناه في الماضي ولا في السياسات الحكومية في الماضي هو أن الكثير من اللي كانوا ينشئوا شركات سواء مصغرة ولا ناشئة كان عندهم العديد من النقائص فيما يخص التسيير، ومثل هذه البرامج التكوينية تساهم من رفع من مستوى مسيرين الشركات والمقاولين في الجزائر، ويمكنهم أيضا أنهم يواكبوا التطورات الحاصلة في الاقتصاد الوطني. ونختم بالرياضة. وفي إطار الدور ربع النهائي لكأس العالم التي تجرى وقائعه بقطر، يواجه اليوم المنتخب البرازيلي نظيره الكرواتية بملعب المدينة التعليمية، فيما يلتقي الأرجنتين منتخب هولندا بملعب لوسيل. نهاية هذه النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم.